السلام عليكم، صباح الخير متابعين الكرام. تم عملية صب الخرسانة المسلحة واستخدام المراوح للأرضية عشان نفتك من شيء اسمه شرخ. الحمد لله بعد عمل المراوح لا يوجد ولا تشقق، وهذا ينصح فيه المحل أو شركات الخلط، تنصح دائما بالمراوح في كل صبة سقف عشان تمنع الشروخ لا تظهر. فسبحان الله فعلا يعني الشركة كلامها صادق، شركات الخلط أو شركات الخرسانة الجاهزة كلامها صحيح، ولا يوجد ولا تشريخ. باستخدام المراوح بيتك يطلع، وهني قاعد أحاول أشوف في تشريخ شيء لا يوجد. خلكم معاي، اللي يشوف فيه تشريخ يعلمني. قاعد ندقق زيادة، نقرب لكم المكان. لا يا ما شاء الله، هذه بسبب استخدام المراوح لا يوجد تشريخ، لذلك شركات الخرسانة الجاهزة ينصحون بالمراوح للأسقف فقط. واضح تشوفون شيء؟ ما في شيء ما شاء الله، صراحة